لدبي بالتحديد زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي علشان يطمننا على بعثه النادي الاهلي اللي وصلت النهارده لدبي عشان تخوض مباراه الوصل في دور 16 من كاس زايد لابطال العرب. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل العزيز امير هشام، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين. اخبارك ايه يا كريم؟ كله تمام؟ كله تمام امير. طمنا الدنيا اخبارها ايه عندك؟ الفريق الامور ماشيه ازاي بالنسبه له؟ الاستعدادات كان في كمان تدريب اول النهارده للنادي الاهلي استعدادا لمباراه الوصل يا كريم. يمكن زي ما اكدنا قلنا امير اخر استعدادات النادي الاهلي طبعا كانت امس الساعه 9 صباحا، منها مباشره صباح اليوم الساعه 10 الا ربع انطلقت بعثه النادي الاهلي الى الامارات استعدادا طبعا للمواجهه الهامه جدا الاهلي والوصل الاماراتي في دور ال 16، مباراه العوده ان شاء الله في يوم الخميس 5:30 طبعا بتوقيت القاهره 7:30 بتوقيت الامارات. بنأكد على اهميه المباراه يا امير، يمكن بسبب ظروف كثيره جدا محيطه بفريق النادي الاهلي باللاعبين، الاخفاق الاخير ايضا كمان من البطوله الافريقيه بيحمل اللاعبين عبء كبير جدا مع الجهاز الفني طبعا. في هذه المباراه دي هتكون انطلاقه ان شاء الله جديده للنادي الاهلي لاستعاده شخصيه النادي الاهلي من جديد، بطموح جمهور النادي الاهلي من جديد. كل الجماهير يمكن عندها ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز، مهما كان ومهما حصل ومهما النادي الاهلي خسر بطوله او اثنين، لكن يبقى النادي الاهلي هو طبعا رمز استعاده والبسمه على كل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور الشعب المصري بشكل عام. لو بكلمك يا امير طبعا على الكواليس واخبار النادي الاهلي طبعا منذ انطلاقنا من بعثه النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي من القاهره، الرحله يمكن استغرقت 3 ساعات او 3 ساعات وربع، مباشره وصلنا الى مطار دبي منها الى فندق الاقامه، ويمكن قلنا ان فندق الاقامه قريب جدا من المطار طبعا، يمكن نقدر نقول 10 دقائق او 15 دقيقه، ما كانش في وقت كبير جدا ان احنا نكون في فندق الاقامه، باكيد مميز جدا بيساعد اكيد فريق النادي الاهلي في التركيز في هذه المباراه. ايضا كمان مباشره سريعا توجهنا الى ملعب المباراه، هو الملعب الفرعي الخاص بنادي الوصل وهو تدريب النادي الاهلي الاول، ملعب مميز اصلا نقدر نقول عليه بالنسبه للنجيله، الملعب ممتاز، الملعب يعني طبعا المدرجات بتبقى قليله نظرا للعدد، ما بيبقاش في جمهور كتير جدا انت عارف يا امير طبعا في الدوري الاماراتي، لكن بالنسبه لملعب المباراه الملعب اللي هيستقبل المباراه ايضا العدد مش كبير 10,000 مقعد طبعا بالنسبه للمدرجات الخاصه بالجمهور الوصل وايضا كمان النادي الاهلي. لكن الحاجه اللي احنا عايزين نقولها طبعا ان في اقبال كبير جدا على التذاكر الخاصه بهذه المباراه من قبل الجاليه المصريه والخاصه طبعا من جمهور النادي الاهلي. يعني العدد هيكون كبير يا كريم من جمهور الاهلي هيحضر المباراه ان شاء الله. يمكن اللي احنا عارفينه امير ان هم محددين 25% يعني 2300 2400 مقعد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن يمكن في يمكن اقبال كبير جدا، من المتوقع يكون في ازدياد، متوقع يكون في بعض السماح كمان لبعض الجمهور ممكن يوصل ل 3000، لكن حتى هذه اللحظه التذاكر نفذت بالفعل بالنسبه للجمهور. ايضا كمان فريق الوصل الاماراتي لديه ايضا جمهور يكون متواجد، بنقول ان العدد مش هيبقى كبير لكن الملعب ضيق، الملعب يمكن ملموم شويه، في الصوت والتشجيع هيكون يمكن بتاثير كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان على فريق نادي الوصل الاماراتي. النهارده يمكن تدريب النادي الاهلي بشكل عام كانت محاضره مهمه جدا لمستر باتريس الكارتيرون، يمكن 25 دقيقه او 20 دقيقه امير النهارده كنا سامعين مستر باتريس بيحمس اللعيبه بشكل كبير جدا من خلال طبعا الترجمه الخاصه من الدكتور عمرو محب المترجم الخاص لمستر باتريس، اهميه المباراه، اهميه الفتره القادمه، امور كلها كانت تحفيزيه كبيره جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. التدريب كان معتاد النهارده، جرعه تدريبيه خفيفه طبعا انت عارف اما بيبقى في سفر او بيبقى في يمكن مش هقدر اقول البعثه يمكن اجهدت، لكن في سفر او كده بيكون التدريب طبيعي طبيعي بالظبط، لكن يمكن من خلال التدريب حسام عاشور اتعرض لكدمه قويه النهارده وخرج حتى من المران في اخر المران كده في اخر 10 دقائق من المران، لكن اطمنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود هل هيبقى في تاثير على حسام عاشور، هل هيكون جاهز؟ قال لا يمكن هي كدمه معتاده طبعا، حسام عاشور من اللعيبه الرجاله اللي هيكون الحمد لله بشكل كبير، وطمنا عليه كدمه بسيطه ان شاء الله غدا يكون اختبار طبي بسيط جدا لحسام عاشور يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. الامور صعبه شويه بالنسبه للاصابات يا امير انت عارف، احمد فتحي، محمد هاني، غيابات كمان بالنسبه لميدو جابر ومؤمن زكريا، عدد كبير من الاصابات بيضرب النادي الاهلي، لكن زي ما بناكد كل مره ثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه، وباذن الله مباراه الخميس ستكون من نصيب النادي الاهلي. لو في استفسار يا امير برضه انا معاك. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، لكن يا كريم عايز اطمن معنويا بالتحديد على فريق النادي الاهلي خصوصا بعد الهزيمه الاخيره امام الترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا، المعنويات عند اللاعبين عامله ازاي؟ والله يا امير طبعا يمكن الناس كلها عارفه وانت عارف طبعا امير في حزن كبير طبعا على لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، لكن في شغل كبير بذل من الجهاز الفني مستر باتريس كابتن محمد يوسف كل الجهاز الفني، وباكد كمان على اللعيبه الكبار احمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور، كل اللعيبه الكبيره بصراحه كان ليها دور كبير جدا في لم الشمل من جديد، في تحفيز اللعيبه من جديد، في ايضا كمان اللي احنا بناكد عليه شخصيه النادي الاهلي اللي احنا
فانا باكد لك ان احنا ممكن مباراه يوم الخميس نشوفها بشكل يمكن مميز جدا، لان في تركيز وفي حماس ان شاء الله. ويمكن لعيبه النادي الاهلي عندها اصرار كبير جدا ان هي تعود من جديد لمنصات التتويج وتكون انطلاقه قويه من مباراه الوصل. الحاله المعنويه الحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون مهيئه، لكن بقول لك في جلسات مستمره مع اللاعبين مع الجهاز الفني. الحقيقه الجهاز الفني بيقوم بدور كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وايضا كمان بنشوف كابتن محمد يوسف بيحاول انه يتكلم مع عاشور، بيتكلم مع ناصر ماهر، بيتكلم مع كل اللعيبه بصراحه النهارده. يمكن شفنا اكتر من اللاعب مع مستر باتريس ومع الكابتن محمد يوسف، كل ده طبعا بيكون تجهيز نفسي وتجهيز بدني مهم جدا خلال الفتره اللي جايه. وان شاء الله امير باذن الله تكون فرحه مع جمهور النادي الاهلي في مباراه الوصل، اللي ناكد ان شاء الله تكون مباراه غايه الاهميه لفريق النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. طيب كريم، بالنسبه لوليد ازارو خلاص ان شاء الله هيكون متواجد مع البعثه بكره، هيلعب ببعثه النادي الاهلي ولا الامور ماشيه ازاي؟ وخصوصا ان وليد بيلعب في هذه اللحظات وانا بكلمك كده ماتش تونس والمغرب، وليد نزل مع بدايه الشوط الثاني، هيبقى صعب عليه كمان ان هو يشارك في مباراه بعد بكره في حاله وصوله غدا، ولا الامور لسه هتتضح يا كريم؟ وضح لنا الصوره يعني. باكد لك امير ان وليد ازارو هيكون متواجد صباحا ان شاء الله هنا في الامارات. يمكن وليد خلاص تم التنسيق مع الجهاز الفني من امس ومن اول امس كمان ان هو يلحق بعثه فريق النادي الاهلي في الامارات، وبالفعل يمكن اتاكدنا كمان كابتن سمير عدلي كابتن ماهر عبد العزيز الاداري. وليد ازارو ان شاء الله يكون صباحا وباذن الله يكون معنا في تدريب الغد، اللي هيكون ايضا كمان تدريب مسائي يعني بنسبه كبيره جدا يا امير هيكون في الساعه 7:30 ميعاد المباراه اللي هيقام هنا في دبي. لكن وليد يمكن الرؤيه الفنيه ممكن يتم الدفع بيه، يمكن يتم راحته، لكن انا اعتقد ان وليد ازارو بنسبه كبيره وعنده اصرار ان هو يكون متواجد، عنده ناس كبير جدا كعاده وليد ازارو ان شاء الله، بحيث ان هو لو جاهز اكيد هيبقى فرصه كبيره جدا في مباراه الاهلي والوصل الاماراتي يا رب ان شاء الله. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا يا كيمو، متالق وموفق دايما ان شاء الله كالعاده. اكيد كانت مداخله مهمه جدا طمنا فيها على فريق النادي الاهلي وبعثه الفريق في الامارات. نرجع لنجمنا النهارده.